أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما جمعنا في هذا المسجد في هذه الليلة أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما نسأله عز وجل أن لا يدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفره، ولا مريضا إلا شفاه، ولا عسيرا إلا يسره، ولا كربا إلا أذهبه، ولا هما إلا فرجه، ولا دينا إلا قضاه، ولا ضالا إلا هداه، ولا ميتا إلا وقد رحمه، ولا حاجة من حوائج الدنيا له سبحانه وتعالى فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضاها ويسرها بفضله ومنه وجوده وكرمه والحنان المنان. يا رب إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نحن مع الآيات الأخيرة من سورة النبأ، حيث يعني وصلنا إلى الجانب الخير الذي ندعو الله أن نكون من أهله، يعني من أن نكون يا ربي من أهل الجنة، إن للمتقين مفازة. وحددت الآيات صور من هذا النعيم. النعيم الحسي الذي يذكر في القرآن بمجرد أن نتفهمه بفهم الدنيا، ولذلك قال المعصوم صلى الله عليه وسلم: ليس في أخراكم من دنياكم إلا الأسماء. يعني حقائق ما في الآخرة مجرد اسم عشان بس ندرك المعنى، لكن لو حدثنا رب العباد عز وجل عن حقائق ما في الآخرة كما هي لم نفهم. وضربت لكم مثلا من قبل، وقلنا لو أن جدا من أجدادنا الذي مات من سنوات قريبة، من مثلا 50 أو 100 عام، وحدثته مثلا عن هذا المحمول الذي في يدك، وعن هذه الشبكة العنكبوتية التي تجعل الرجل في ولاية تكساس في أمريكا يجري عملية جراحية مع زميل له آخر في دبي، والثالث في كازابلانكا، والرابع في أواسط أفريقيا. الرجل سوف يعني لن يصدقك ولن يفهم، يعني كيف أتواصل أنا مع أخي الذي أغذ له السير ليالي وأياما، بحيث أن يعني مجرد أضغط على أزرار أجد أمامي وأكلمه ويكلمني. كلام غير منطقي. فلو حدث يعني أجدادنا الأقربين يعني بما يحدث لنا الآن وبما يفهمه أبناؤنا الآن لأنكر كلامنا، صح ولا لا؟ حتى أذكر يعني سنة 57 لما وما بعدها جاجارين، ولما طلع في سفينة الفضاء، وبعدين أعزكم الله الكلب لايكا طلعت أيضا في سفينة الفضاء. الناس في الأرياف وفي النجوع وفي البادية لم يصدقوا هذا الكلام، واعتبروا أن ده ضرب من الجنون، واعتبروا أن الكلام ده كلام مش طيب، لأن اعتبروا هم أن القمر هذا هو في السماء وليس في هذا في عالم الفلك الدوار الذي هو قريب منا. فلذلك كان حنان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا الناس بما يفهمون، حدثوا الناس بما يفهمون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني كلم الناس في شيء يفهمون. فالله عز وجل قال: وأتوا به متشابها. يقول يا عم الفاكهة دي رأيتها في الدنيا، يقول يا عبد الله يا ولي الله كل، إن اللون واحد، الشكل واحد، ولكن الطعم مختلف، أمر غير طبيعي. ليه غير طبيعي؟ انا لو اكلت في الدنيا، فيه ناس ربنا يشفي كل مريض عنده حموضة من الاكل ده، صح؟ والتاني اللي عنده قرحة في المعدة مش عارف ايه، والتالت عنده حساسية لو اكل هذا الكلام، والتالت لو اكل الطعام ده يحصل له فقر دم او انيميا في مش عارف ايه، او تكسير في كرات الدم مش عارف ايه، صح ولا لا؟
خليه صحيح 100%، سليم 100%. ربنا يا رب يعافينا واياكم. اكلنا الاكل، ما الذي يحدث؟ يحدث امرين، الجسم يستفيد من جزء منه ويريد ان يستغني عن جزء اخر، صح ولا لا؟ الجزء اللي بنستفيد منه عارفين كيف يمتص ويصل الى ان يصل الى ده من مغذي للجسم. الجزء الاخر اللي هو يعني لا يريده الجسم يخرجه في عمليه الاخراج، تمام؟ طيب، واحد قنوع زيكم كده في الاكل، اذا اكل نصف رغيف شبع، فان اكل رغيفا كاملا حدثت له تخمه، هذا في الدنيا. طيب، يبقى في عمليه اخراج، في تخمه، في اكل عن جوع مسغبه، يعني انا لما جوع اكل، هذه قوانين الدنيا، اكل عن جوع، لا استطيع ان اكل اكثر من طاقتي، اذا اكلت حدث لهذا الطعام اخراج. صح الكلام ده منطقي ولا غير منطقي؟ او واقعي ولا غير واقعي؟ تعال الى طعام الجنه، لا تاكل عن جوع، لان الجوع عباره عن الم، وده ما يفهمهاش الا الاكيل اللي يعني تفهموها كويس، يعني خلاص يبقى هو شايف اسمك يا حسن يقول لي اسم عبد الله، هو مش عارف اسمه خلاص، يعني عند البطون تتوه العقول، صح ولا لا؟ فهو يعني سبحان الله، الجوع عباره عن الم، والالم يورث اسى داخل النفس، الجنه ما فيهاش هذا الشعور خلاص. اذا انت تاكل لا عن جوع، واذا اكلت لا تشعر بتخمه. التخمه تعمل لك ايه؟ انت مقننك رغيف، اكلت كما انت تاكل ثلاثه، ما الذي يحدث؟ يا ولد يا عبد الله، يا ابن تعال، يا بنت عائشه، سندوني، يسندوا ابوهم لغايه ما يصل عيني الى مثواه الاخير في السرير سبحان الله، ويستريح، لا اله الا الله. ليه؟ لانه اصبح مثقل، اصبح خلاص يشد الى الارض بهذا الايه. فالتخمه هذه تصير الانسان كسلانا متعبا، وبعدين تيجي الامراض. طيب، في الدنيا في عمليه اخراج، في الاخره لا بول، لا غائط، لا منية، لا مني، لا حيض، لا اله الا الله. طب ده يروح فين الاكل؟ قال لا، يخرج هذا الطعام اللي هو يعني اذا كان يعني يسمى، هم مش فضلات، لكن اذا سميت رشحا على جباههم له رائحة كريح المسك. بس يبقى ده العملية، هو انت وان عليه النشأة الايه؟ الاخرى. ايه النشأة الاخرى؟ نشأة تستعد لهذا الطعام العجيب. طب نقرب المسألة، رواد الفضاء، تخيل مثلا معاهم بارك الله فيك، يعني عامل لهم أواني فيها مثلا فول وفلافل وباذنجان ومسبك وكبسة ولبسة ومبسة ومش عارف، والحاجات العجيبة بتاعتنا دي، معقول هياخد معاها في الفضاء كده؟ الفضاء يلفظه يقول انزل يا عم، انت جاي تعمل ايه؟ صح ولا لا؟ فبيعملوا له ايه؟ يدوله كبسولات، يقولوا في المحطة الفضائية في ناسا تحت يتصل بي، يقولوا دي معاد الكبسولة رقم كذا الساعة كذا، ياخد الكبسولة يشبع، كمان أربع ساعات له كبسولة كمان حبة بسيطة كده، وهكذا. طب إذا كان هذا في قوانين الدنيا، صح؟ فما بالك بما أعد من رب البشر لنا، اللهم اجعل لنا الجنة مآلا يا رب العالمين. إذا الجنة إن شاء الله وما فيها تختلف تماما مفرداتها والتواجد فيها عن آليات الدنيا. بالله عليك، أليس الطعام والشراب يعني يهدر ويهدر جزء كبير من ميزانية البيت ولا لا يهدر؟ ولا أنت لو جمعته رحتوا طرقتوا باب المحلات اللي انتوا اشتريتوا منها على مدى 25 سنه، ده انت تصبح ملياردير. يا خبر، الناس دول اخذوا مني هذا المبلغ بمجرد اكل. فالاكل في الدنيا والشراب والثياب والمسكن يستنفذ مال الانسان، ومال الانسان لا يؤتى الا ولا يتاتى الا بتعب. الجنه ثمن الطعام والشراب والملبس واي خيال يخطر ببالك
كلمة واحدة سبحانك اللهم بس، دعواهم فيها سبحانك اللهم، تقول سبحانك اللهم خلاص، يأتي الطعام ويأتي الشراب ويأتي الخدم وسبحان الله. لما تجيب سائق لك بعد مدة، انت عايز تروح لطبيب العيون، عايز تنقل عيونك في قفاك من ورا ويعمل لك عينين من فوق وترقبه بالبتاع وتبص على العداد وتنظره وتشوفه بيروح فين، عمل منين التسعين كيلو دي، عمل سبحان الله، وفي الاخر خالص يعمل حادثه بالسياره ويدفع انت، صح ولا لا؟ ده عشان سائق. لو جبت خادم، لو جبت طباخ، لو جبت هكذا، كله سبحان الله. لا ده الخادم مجاني. وبعدين ايه، يا ريت وصفهم كده كئيب، ولا مثلا تبص في وش الخادم كده تستعيذ بالله من غضب الله، لا يعني الولدان المخلدون، يعني اقامته لا تنتهي، ها اقامته غير منتهيه. اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وبعدين عشان ربنا يعامل القضيه، عشان انت دماغنا ومخنا لا يستوعب، قال واذا رايت ثم يعني ايه؟ هناك يعني، واذا رايت ثم رايت ايه؟ النعيما وايه؟ وملكا كبيرا. قال يعني ايه نعيم وملك كبير؟ قال يسير، قال يسير اقل انسان في ملكه، اقل واحد في الجنه يعني اللي هو يعني محدود الدخل، ها جاز التعبير هذا، محدود الدخل الحسناتي، ها يسير في ملكه مسيره 1000 سنه. الله اعلم 1000 سنه ضوئيه، 1000 سنه بسنواتنا، ده العروج من الملائكه الى السماء مش بألف سنه، لا في يوم كان مقداره ايه؟ 50,000 سنه. 50,000 يا الله، 50,000 سنه، ده سبحان الله. فملك الجنه ده موضوع قصه اخرى، بس احنا القران يقرب الينا المسائل. طيب وقفنا عند الايه الكريمه، يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. قلنا ان الروح قد يكون جبريل، وهذا جل المفسرين. ليه؟ لانه رئيس الملائكه. ليه هو رئيس الملائكه؟ لانه هو شرفه رب العباد بانه هو الذي ينزل الكتب المنزله على رسله، على انقى خلقه واعظم خلقه، هم رسل الله وانبياء. فجبريل هو يعني ينزل على كل نبي ما عدا نبي واحد سيدنا موسى. ليه؟ خلاص كلم الله موسى ايه تكليما سبحان ان اصطفيتك على الناس ايه برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك بقوه، سبحان الله. وسيدنا موسى كان هذه من طبيعته، فاخذ الالواح من الله عز وجل، وكان اذا اراد الله ان يوحي اليه كان يكلمه، سبحان الله. ولذلك من ادب حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما قلنا يوم الجمعه نضيف ونذكر، ان يقول اول من ينشق عنه القبر نبيكم ولا فخر. شوف تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، اول واحد يطلع من القبر من؟ سيدنا رسول الله، اول انسان، سبحان الله. فشوف ادبه يقول ايه، فاجد اخي موسى منبطحا تحت العرش اخذا بقوائمه فلا ادري اصعق في من صعق، اللي يصعق ايه الاولى، فصعق من في السماوات ومن في الارض، ام كفاه الله الصعقه الاولى يوم الطور. وسيدنا موسى الانسان طمع في الخير، صح ولا لا؟ الانسان طمع في الخير، لما وجد الله عز وجل انعم عليه بالكلام قال الله طب يا رب ما دام انعمت عليه بالكلام ما تنعم عليه بالرؤيه. قال رب ايه؟ شوف الادب الموسوي، الادب الرباني، الادب التربوي الكبير. قال رب ارني انظر اليك. ايه الفرق بين ارني او دعني اراك؟ ها اريد ان اراك، ها لا ارني يعني يا رب
ضع في القدرة من عندك والقوة من عندك والملكة من عندك والعطاء من عندك والنور من عندك والبصيرة من عندك حتى أراك. أرني أرني. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى من كرمه في المعراج قال إيه؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم قال إيه؟ لنريه، مش ليرى، لأن بقوانين البشر كيف يرى؟ كيف يندمج الزمن ويذهب من مكة إلى بيت المقدس إلى السماء السابعة ويعود ويرجع وهو ماشي العمامة فوق البراق، فوق البراق لمست غصن شجرة، غصن شجرة، فالغصن اهتز لأنه الرسول لمسها، خلاص راح المسجد الأقصى وصلى بالأنبياء وصعد للسماوات السابعة وكلف بالصلاة وعاد ورجع وشاف القافلة وشاف البعير اللي عليه الغرارة السوداء، والبعير جفل، لما جفل البعير يعني خاف، الدبة لما تجفل يعني ايه دخل، خافت من البراق لان الحيوانات ترى ما لا نرى، سبحان الله، فجفل وانكسرت رجل البعير وعاد، وهو يمر رأى الغصن ما زال يهتز. يبقى حاجة من اثنين، يا الزمن توقف يا الغصن فرحا برسول الله ما زال يهتز. ما هي دي صح ولا لا؟ في ثالث يا اخي، ده انت لما تسلم على الشيخ مرة يعني الله اعلم انت لو عرفت ذنوبي ولا ما تسلم عليه، يا سلام سلمت على الشيخ اليوم، تخيلوا امال الصحابة بقى عملوا مع رسول الله، يا الله يا الله، سبحان الله العظيم. الله يرضى عنك يا ابي بكر، يا ابا بكر كان ديدنه من ساعة ما هاجروا الى المدينة الى ان قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول يطلع على المنبر ثلاث درجات، والمساجدنا الان الحمد لله بيعملوا لكم ايه منابر عشان يقووا لكم الايه العمود الفقري والعظام الرقبه، يعني المهم يعني عشان ما لكش دعوه بالامام، خليه هو في حاله وانت في حالك، عمل كل واحد في حاله، الله يرضى عليك، احنا ايش دخل ده سبحان الله، ماله هو، خليه السلام عليكم سلم على مين. المهم فسيدنا الرسول عنده ثلاث درجات، يروح صاعد، يروح ابو بكر جالس على الدرجه الاولى وينظر الى وجه رسول الله دائما، سبحان الله. لما وصل الامر بعمر، عمر كان صاحب مبدا، صاحب راي لا يستطيع ان يخبئه، صريح اللي في قلبه على لسانه واضح المعالم، فلاح ابا بكر، لاح يعني ايه؟ جادله، جادل ابو بكر وعمر. الرسول دخل صلى الله عليه وسلم وجد هذه الملاحاه بين عمر وبين ابو بكر، كان قليل الكلام فما رد على عمر، هو قال معلومة ما أعجبت عمر، قاعد يجادل فيه كذا وكذا وكذا، انظر إلى المنظر، فأخذه سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، أخذ أبا بكر يعني والتزمه، يعني إيه؟ احتضنوا يعني، قال هلا تركتم لي صاحبي؟ يا الله إلا ده، ها؟ ده مش إخواننا في الدعاية يقول لك ده أصل شريط خارج المنافسة، ها؟ كتاب خارج يعني ما تضعش جنبه، لا، هلا تركتم لي صاحبي؟ يقول عمر فما لاحيت الصديق بعدها الى ان مات، خلاص يعني توقفت عن الايه؟ عن الجدل، خلاص انتهت القضيه. ومر الصحابه، راح ابو بكر وعمر لزياره الحبيب صلى الله عليه وسلم، فاذن بلال لصلاه العصر، فخرج الصاحبان بصحبه الحبيب، فالرسول وضع يده على كتف ابي بكر عن يمين، وضع يده على كتف عمر. هنا في ملحظين بس اقولهم بس بعد ما احكي الحكايه اقول ما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم. انظر بقى الكلام الحلو، قال هكذا يدخل ثلاثتنا الجنه. المنظر ده يتكرر تاني قدامكم بس ان شاء الله ايه يوم القيامه. عارف لو عمر ده مش متربي عند رسول الله كان يبص على الناس كده، واخد بالك انت؟ يقول لك انا، ها؟ لا، ده والله الذي لا اله الا هو الاغرب من الخيال الى الان، وانا انسان جاهل فيما اتعلمه وعلمي بضاعه مزجاه قليله، ان العجيب ان الصحابه الذين بشروا بالجنه
ازداد خوفهم من الله بعد ان وصلتهم البشرى من الصادق المعصوم. عجيب. ليه؟ ولمن خاف مقام ربه. هو لانه اللي بيشتغل مع واحد كبارة يعني عالم جليل، رئيس دولة، انسان فاضل سبحان الله، كل ما يقترب منه يعرف اخلاقياته فيهاب اكثر، ويعرف متى يرضى ومتى يغضب. فما بالك يعني بالذي ادرك ان الرسول يقول له انت من اهل الجنة، انت من اهل الجنة، يقول له ام حرام بنت ملحان انت من اهل الجنة، وما دخلت الجنة الا ورأيت الرميصاء امامي. يا الله، مين الرميصاء؟ ام سليم. مين ام سليم؟ ام انس سبحان الله رضي الله عنها ورضي الله عن ابنها. الرميصاء الله يرضى عنه هي اغلى مهر في العالم. جاءها ابو طلحة خاطبا، قالت يا ابا طلحة انت رجل عاقل تعبد صنما تنحته بيدك وتسجد له وانت من اصحاب النهى. شوف 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 كلام شوف بالله عليك، دي معها ماجستير في ايدي ان شاء الله، منين؟ ها؟ لا، شوف، ان عرفت كل شيء وما عرفت الله انت لا تعرف شيئا. خذ قانون، اي انسان تجد موسوعة علم في كل شيء ما عدا انه لا يعرف الله، رجل يا مؤمن احد للاسف يعني شاعر قديم يعني من اب وام مسلمين، هو مسلم ولكن مسمى اسمه باسم من اسماء الهة الاغريق، هو علماني ملحد ما زال اظن يعيد ما ادري مهم يعني. يكتب في قصائدي ان الدين عبارة عن خرافة واساطير بلى عليه عفى عليها الزمن يجب ان تنتهي، هكذا يكتب يعني. هو اخر مقطع في اسمه في مدينة في فرنسا جنوب فرنسا اسمها نيس، هو اخر مقطعه نيس. فكنت بقول له يعني في المحاضرة من يومين، قال لي سبحانك يا رب، حسان بن ثابت شاعر واللي اخره نيس ده شاعر، بس حسان كان الرسول يضع له الكرسي ويقول يا حسان قل وروح القدس يؤيدك، قل يا حسان وجبريل ايه هيواتيك بالالهام. يا الله، هيواتيك بالالهام سبحان الله العظيم. قلت اه صحيح، في فرق بين كلمة حسان واللي قلب اسمه ده وخلى اخر اسمه نيس. قلت كذا نيس ده على وزن ابليس، اما حسان على وزن رضوان خزن الجنة، شتان ما بين رضوان وما بين ابليس. كده وضحت الصورة، انا استريحت كده، نمت اول ما عرفت القضية جالي النوم. انا ازاي؟ ما هو ده شاعر وده شاعر، ده يعرف اللغة العربية وده يعرف اللغة العربية، ده دافع عن الاسلام وده بيشتم الاسلام، ده عايز يبني الاسلام وهذا يريد ان يهدم الاسلام سبحان الله. البون شاسع. فام سليم قالت يا ابا طلحة انت رجل لا ترد، رجل محترم. شوف الحرمة بفضل الله، نساؤنا الله يرضى عنكم حافظوا على حيائهن، وعايزين الجيل الجديد يطلع يرفع علم الحياء ويعيد ثوب الحياء اليه مرة اخرى. الحياء يعني ايه؟ مش احمرار الوجه بس، لا، الحياء في التعامل، الحياء في التعامل سبحان الله العظيم. الحياء ليه الاسلام يعني صوت المرأة ليس بعورة، لكن في الصلاة لو اخطأ الامام الرجال يقولوا ايه؟ سبحان الله، تمام، سبحان الله، النساء يصفق. هذا من باب الحياء، ليس من باب الغاء المرأة، يحافظ على حيائها، يحافظ على حيائها. العام الماضي في احد المساجد تقدم احد الاخوة، يبدو كان مشغول ولا شيء، صلاة الظهر، ظهر عادي، فالله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم، فالاخوة وراه سبحان الله، كان يبدو في علماء قراءات هنا يبدو بسم الله الرحمن الرحيم، قال سبحان الله، قال يمكن طب نطلع على ورش بسم الله يا عم خلاص. فواحد يبدو يا اخي سرا جهل مش جهل مش جهل، فتدخل هذا يجوز وهذا لا يبطل الصلاة. شوف النكت الواقعية أشد من النكت الخيالية يعني، نسأل الله السلامة يعني. فشوف شوف شوف لا يعني إذا أخطأ الإمام التحات ذنوبه كما تحات ورق الشجر في اليوم الشاتي،
لما يخطئ في القراءة. ليه؟ يصبح ذليل لله، لأن القرآن غالب وليس مغلوب. القرآن غالب، فوارد أن أي حد فينا يخطئ حتى في الفاتحة، مش مشكلة، يخطئ فيما يحفظ، يخطئ في قصار السور، أمر عادي، لا تعب عليه، ادعو الله له بالسداد. هو لا تدري يعني بيتحمل. يا مؤمن، أنا إن سهوت وأنا مأموم لا سجود للسهو عليه، أنا مأموم، الإمام ركع ركعتين سجدت، أرجع وأركع ورا الإمام وصلاتي صحيحة ولا أسجد للسهو. لكن أنا الإمام بدل ما يركع هو سجد وأنا ما سجدت، قال بعد كده الإمام يسجد للسهو وأنا كمأموم أتبعه رغم أنني ما سهوت. فالإمام ضامن، الإمام إيه؟ ضامن، والمؤذن مؤتمن، سبحان الله، الإمام يضمن صلاة من خلفه، فهي مسؤولية. يا أبا طلحة مثلك لا يرد. فأنا أقول إن من الحياء ليس قشرة جلدة الوجه وتنظر في الأرض، ده صورة من صور الحياء، لكن الحياء صوره كبيرة، صوره كبيرة. إذا جاءها أهل زوجها يزورونها تكون عندها حياء من الزوج، تسحب من الرصيد ولا والله دي أمه اللي أنجبته وعاش معها 20 و30 سنة، أكرمها عشان يبقى كرم للزوج. هذا حياء، هذا حياء. تمسك لسانها عن والد زوجها وعن أخ زوجها وعن أخته، هذا حياء. عندها طفل رضيع صغير في المسجد يصرخ، تاخده تخرج بره وتسيب الأخوات يسمعه، هذا حياء. لكن هو انتم مفكرين الدين حجاب ونقاب ولحية وجلباب قصير وسواك؟ يا اخواننا والله هذا اخر صفحة في كتاب الاسلام. الاسلام عبارة عن لكل دين خلقا، وخلق الاسلام الحياء. واسوأ ما عندنا عندما يولي الحياء مقاومة المعلومة. تقول المعلومة يقول لك ولكن اصل القضية نتناقش، بس اسمعني كلمتين يا ابني، اسمع وخلاص، اسمع وخلاص بس وانتهى الموضوع. فيعني ولك ان تاخذ بهذا الراي، ولك ان تاخذ بهذا الراي. هؤلاء الاحناف لهم اراء في مسائل معينه. انت يا اخي نشات في قريه كان الامام عندك شافعي فتعلمت منه امورا محدده، خلاص يا اخي شوف هناك قاعده اصوليه تقول، شوف انا بحط لك منقطع، الامر المختلف فيه لا يصير حكما. واضحه دي؟ يعني ايه الامر المختلف فيه لا يصير حكما؟ يعني انا عندي يقول ابو حنيفه ان هذا جائز والشافعيه يكرهون هذا، لا راي ابو حنيفه ملزم ولا راي الشافعي ايه ملزم. خلاص يا اخي انت عايز، انت تراه مباحا تقرا الله انت، لكن لا تلزمني بما عندك، تلزمني بما عندك ان كانت الايه واضحه. خلاص لما رب العباد يقول والله يعصمك من الناس، اذا الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الناس، مش حد يقول والله اصل مش عارف لبيد عمل له ايه وسوى، لا الرسول معصوم خلاص، لا نقاش فيها. تاتي انت بحديث يظهر ان سنده كذا او في خلل في كذا او هو ليس متواتر بالدلاله او لانه ليس قطعي الدلاله قطعي الثبوت، خلاص يا اخي في علماء الحديث يضعفوا هذا ويجعلون هذا غريبا وهذا كذا وهذا كذا، هذا يؤخذ به. ولذلك احاديث الاحاد لا يؤخذ بها في العقائد، العقائد عايزه اشياء من كتاب الله. تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. فام طلحه الله يرضى عنها اللي هي الرميصاء، لما جاء ابو طلحه ام سليم غزي ام انس رضي الله عنها اسمها الرميصاء، قالت يا ابا طلحه انت رجل لا ترد، مثلك لا يرد. طيب محترم، بس يعني عيب انك تسجد. قال فماذا تريدين؟ قالت ان اسلمت فهذا مهري. ان اسلمت هو ده المهر بتاعي. فاسلم ابو طلحه واحسن اسلامه وتزوج ام سليم التي ما ان دخل الرسول الجنه في الرؤيا الا وراء الرميصاء امامه. شوف الله الله، يجي واحد زي بلال يقول له يا بلال، نعم يا رسول الله، ماذا تصنع؟ الرسول فخور باصحابه، مفتخر ان دول تلاميذه، ما هو التلاميذ ينمون عن ايه؟ عن استاذهم.
ما دخلت الجنة إلا وسمعت دبيبا عليك فيها، فخبرني بالله عليك ماذا تفعل؟ يعني أنت يا رسول الله عايز تاخد معلومة، هو عايز يوضح مقام بلال، مكانة بلال، مش سيدنا علي يوم الفتح، عايز ياخد يفخر بهذا اليوم، يوم فاصل في تاريخ الإنسانية كلها، فتح مكة. قال أذن لي أن أؤذن فوق الكعبة يا رسول الله اليوم. فرصة. من كان يؤذن في الثمان سنوات الماضية في المدينة؟ بلال رضي الله عنه. ومن؟ وعبد الله بن مكتوم. كان واحد يصلي يؤذن الفجر، وبعد شوية الناس تستيقظ واللي يتوضأ، وبعدين يؤذن سيدنا بلال. المهم فعلي عايز بس ياخد الأذان مرة استثناء. الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يغلق الباب، عايز يضع قاعدة. قال يا علي بلال أندى منك صوتا، لن يؤذن إلا بلال. يطلع بلال اللي كان بيعذب هو وعمار في 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 في, 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 في رمضاء مكة، يطلع بكعب هذا على الكعبة ويؤذن وتسمع جبال مكة أذان بلال. راح بلال لما النبي صلى الله عليه وسلم قبض وقف يؤذن فحبس صوته، ينظر على القبر يقول أشهد أن محمد رسول الله، حبس صوته ما استطاع. العاطفة. فاستأذن أبا بكر وتوكل على الله على حمص، اللهم سلمها يا رب وأعدها كما كان إن شاء الله، هي والشام والعراق ولبنان والسودان واليمن ومصر وليبيا وتونس وكل وفلسطين يا رب وبيت المقدس وإخواننا في بورما والمسلمين في القرم، نسأل الله أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اشتاق عمر أيام إمارته لبلال فأرسل نريد أن نراك، اشتقت إليك أخي. الله جاء بلال. الصحابة اجتمعوا على عمر، قال عمر له ايه؟ له شخصية وله قرار حاسم. قال اجعل بلال يؤذن لنا اليوم. عمر رضي الله عنه عارف لما تكون انت ذكي في البيت وعارف ان ابنك او بنتك او زوجتك مش هتعمل هذا الامر، خليك ذكي لا تقبل بهذا الامر، مش عايز انا انتقص من قيمتك. حلو في التربية دي؟ مش حلوة؟ طبعا مش حلوة، مش حلوة. انا بعملها لما اعرف ان الولد يعني عنده بينه وبينه مساحة، انا بينه وبين البنت مساحة، خلاص المسافة دي احافظ عليها، عارف ان انا لو جيت في الحتة دي مش لن يسمعني، طب ليه اقلل من ابوتي؟ ما تخليني انا من الصدر الحنون واعطيها للطرف الاخر، المشكله يعني انا خلي بالك انت كده مكروه وكده مكروه، وعين مساكين الامهات انتم، والامنا دايما هي يقول لك صليت؟ عملت اسنانك؟ ذكرت الواجب؟ اما الاب يجي يا حبيبي عايز ايه من الله يا الله ده ابويا ده لا بس برضه ايه يا الله يرضى عليك يعني يد مع يد كده، اللهم يعني حسب لنا تربيتنا لابنائنا يا رب العالمين. سيدنا عمر عنده امل كبير في بلال وهو يحبه. قال يا بلال لي مطلب عندك لا ترده، انا لي مطلب انا عايز افعله. قال مطلبك مجاب يا امير المؤمنين. استريح عمر الحمد لله. ان تؤذن مغرب اليوم. خلاص هو وعد. فما ان قال الله اكبر الله أكبر إلا وأهل المدينة بدأوا اللي في العمل اللي في السوق اللي تركوا العمل، وكأن ده إعادة لتاريخ المشرق. أشهد أن لا إله إلا الله إلى أن وصل أشهد أن محمدا رسول الله، سمع النشيج والبكاء في المدينة كيوم مات رسول الله. الصحابة كانوا مرتبطين جدا بسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، هو كان لهم زي ايه مناطق استقرار. هو يعني واحد بالله عليك بيسأل سؤال
والإجابة من الشيخ فلان ولا الشيخ فلان ولا الفقيه، لا، الإجابة من الله. يعني لما يسأل الرسول سؤال من الذي يجيب؟ الوحي، الوحي. فتخيل أن واحد زي عمر وهو قوي الإيمان، يوم ما خرجت الشيء خلاص الرسول مات وخرج العباس ينعي الرسول إلى الناس، عمر لم يتحمل. شوف شوف إيمانه فين وعقله إزاي وعبقريته قدرها إيه. قال من قال إن محمدا قد مات لأفصلن رأسه عن جسده، لقد ذهب للقاء ربي كما صنع موسى. يا الله، إذن نحن مع سورة النبأ عبارة عن يعني الفاتحة الأساسية للدار الآخرة، الصفحة الأولى في كتاب مش العودة، لا، المآب والمثاب إلى المكان الذي جئنا منه. أبونا آدم لما خلقه الله عز وجل أين أسكنه؟ أسكنه الجنة، سواء هي طبعا اتفقنا أن احنا مع الرأي الذي يقول ليست جنة الخلد، لكن هي جنة فيها كل ما يحتاجه الإنسان. تصير جنة ولا لا تصير جنة؟ لما أنت تجد إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تطع، أكل وشرب وملبس ومسكن. أنت لو وفرت لأي إنسان الأربعة دول الباقي بقى إيه؟ فضول، فضول، زيادات محاسب عليها. أنا أكلت وشربت، ولذلك إحنا نعطي الزكاة لمن؟ لمن نريد أن نطعمه أو نسقيه أو نلبسه أو نسكنه أو نعالجه أو نزوجه. أدي ستة محاور هي بالزكاة. تاني أعطي لمن الزكاة؟ أعطي لمن أريد أن أطعمه أو أسقيه، أجيب له مورد ماء نقي يشرب منه، وأسكنه عشان لا يضحى، يبقى مش في الشارع. يبقى كل إنسان مسلم يسكن اليوم في مخيم يأثم كل أثرياء المسلمين. خذها مني والأمر على الله. أي مسلم أو مسلمة يشرد من بلاده، من أرضه، من وطنه، سواء بظلم ظالم أو بقهر قاهر أو باستدمار مستدمر أو استخراب مستخرب أو أيا كان، ثم يوجد في 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 مكان ولا يوصل إليه بكرامة طعامه وشرابه وسقاؤه وعلاجه، فيأثم كل من يقول لا إله إلا الله ممن يستطيع أن يدفع. هي كده. وقلت لكم منذ ستة أشهر حسابيا، حسابيا زكاة الركاز في 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 خمس دول تقريبا 582 مليار دولار العام الماضي زكاة. بالله عليك، هل لو أخرجنا هذا المبلغ هل يصير لنا سكان مخيمات؟ اللهم كن معهم يا رب العالمين، اللهم أمنهم من خوف، أطعمهم من جوع، اسقهم من عطش، أكفهم من حفر، وفقهم يا رب إلى أن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين في مشرق الأرض ومغربها يا رب العالمين. والحمد لله على نعمة الله ونعم الله وفضل الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. فأبونا آدم وجد في الجنة. المؤمن إذا كان من بني آدم الحقيقيين الذي لم يستنسخ إلى شيطان مريد أو يستنسخ إلى ظالم أو يستنسخ إلى قاتل، هذا الإنسان سوف يعود إلى بيته الذي جاء منه أو مسكنه الذي كان فيه أبوه. يقول ابن القيم في قصيدته المعروفة: فحي على جنات عدن فإنها مساكنك الأولى وفيها المخيم. أنت تخيم هناك وتسكن، سبحان الله. فهذا هو المكان. فرب العباد يقول: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، يعني جبريل عليه السلام والملائكة واقفين صف لا يتكلمون، فيش كلام خلاص، فلا تسمع إلا إيه؟ همسة، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل إيه؟ ظلم، سواء ظلم يعني لبني آدم أو ظلم لمجتمع أو ظلم لأمة أو ظلم للإسلام. وقد خاب، اسمه ربنا سماه خيبان، خائب، سبحانه. وأفلح من زكاها وقد إيه؟ خاب من دساها، خاب من دساها، خيبان، نهايته خيبة،
لا إله إلا الله، نسأل الله ألا نكون من الخائبين. سبحان الله العظيم. طيب، إلا من أذن له الرحمن بالكلام يعني وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يا الله، مآب يعني إيه؟ يعني هو كل ما ابتعد أرجع أؤوب، كل ما سبحان الله أرجع بهذا المنطق. عسى رب العباد أن يأتيني حيني وأنا إيه في لحظة التوبة. ليه؟ لأن رب العباد هيذنب العبد مرة واثنين وثلاث ويعود، وإلى أن يأتي مرة يقول عالم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ولا غافر للذنوب إلا أنا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وتبت عليه، فلن يعود إلى الذنب مرة أخرى. فإيه؟ غلق في وجهه الإيه؟ اللهم غلق في وجوهنا كل معصية يا رب العالمين. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. يا الله، عذاب قريب فين؟ قال ما هو قريب لو أن كل واحد فينا إذا سألناه مؤمن أو غير مؤمن، متى تموت يا فلان؟ هل أحدنا عنده إجابة؟ هو يتمنى أن لا يموت اليوم. لماذا؟ لأنه إما خائف، لو كان مؤمن خائف من سوء الخاتمة، سوء العاقبة، مقصر في جنب الله، كان عليه ديون للخالق، ديون للمخلوق، مرعوب، عنده حالة من الذعر، فأنه سبحان الله، طب يا ربي طب أروح فين؟ أجي منين؟ عايز طب فسحة من الأمل. سبحان الله، الربيع بن الخيثم الله يرضى عنه، عالم مصر الكبير، كان له غرفة في داخل البيت عامل فيها قبر. يقول لك يا اخي الراجل نكت، هو حر يا اخي، انت مالكش دعوه بيه، هو عامل في قبر. فلما الدنيا تهجم عليه يروح ينام في القبر، والربي ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، يرجع يستأنف ايه عمله مرة اخرى. الدنيا تهجم عليه والناس والذنوب، يروح الربيع الله يرضى عنه بهكذا، فيجي مرة يقول ايه، يا ربيع تذكر يوما ان تقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، يقال لك كلا. انت كل يوم تقول رب ارجعوني ويحصل ايه؟ ترجع. طب في يوم من الايام كلا. طب بالله عليك لو ان اي ظالم، اي مجرم، اي من هؤلاء الذين نراهم ونسمع عنهم وربنا يعيذ الامه منهم سبحانه جميعا، لو ان هؤلاء يعني بس اعطي هذه الآية ووضعها امامه في مكتبه بس فقط، رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا انها كلمة هو قائلها، يقول براحته، هل اجيب الى هذه الكلمة؟ ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. يا الله، يبقى الانسان سبحان الله يقول يعني العلماء يقولون لن يندم اهل الجنة على شيء الا قد على ساعة قد قضوها في غير ذكر الله. ولذلك لما قال إذا رأيتم رياض الجنة فإيه؟ فارتاعوا. قالوا ما رياض الجنة؟ مجالس العلم. هو أنت بالله عليك بعد ما بينشرح صدرك في مجلس العلم عايز تمشي وتروح؟ تروح فين؟ ها؟ إلى أين تذهب؟ سبحان الله، سبحان الله. فالإنسان في مجلس العلم ده زي بالضبط السمك داخل الماء، كلما السمك داخل الماء حياته أكيدة، كلما السمك سبحان الله العظيم يعني لا اله الا الله بعيد عن الماء وسائل هلاكه اقرب، صح ولا لا؟ طالما هو في البيئه الطبيعيه بتاعته، وهذه طبيعه غذاء القلب. ما القلب كيف يعني بالله عليه كيف يتغذى القلب؟ في مثل هذه المجالس، لان صلواتنا واستغفارنا يحتاج الى استغفار، وصلواتنا تحتاج الى صلاه، وعبادتنا تحتاج الى تصحيح. طب الامل ايه؟ قال في مجلس العلم. ليه؟ قال عشان يصاحبنا فيها الملائكة وتصعد لتشفع لنا عند ربنا على ما تركتم عبادي يذكرونك ويوحدونك ويقدسونك ويمجدونك، ماذا يطلبون مني وهو العليم الخبير؟ يطلبون جنتك. وهل رأوا جنتي؟ لا يا رب، لم يرى. فما بالكم لو رأوا جنتي؟ يا الله، ده انت الولد لما تقول له شوف هتجيب الدرجة دي هتجيب لك، الزمان كان ساعة مش عارف لعبه دلوقتي ايه يعني انت عارف، يقول له ابويا نمر بس على الوكاله نعمل نظره كده. سبحان الله، سبحان الله، الذوات الاربع خلي بالك انت
كان الاول ابو ذو القرنين خلي بالك ذوات الاربع عايز السياره مش وجاءت سياره لا واشترى سياره عايز يشتري سياره سبحان الله. فان اول ما توريته هي دي منتظراك ان شاء الله والله حققت المجموع الفلاني سبحان. فتخيل انت لا اله الا الله ان العبد يكون امام هذا الايه سبحان الله. فما بالكم لو وراوها يعبدونك ويذكرونك اكثر وبما يستعيذونني يستعيذونك من النار وهل راوا ناري لا يا رب ما بالكم لو وراوها. يقول لو وجد اهل النار نيرانا من نيران الدنيا لاستراحوا فيها وناموا. يعتبرها دي استراحه. ليه؟ قال ان اخذه اليم شديد. صح انها ترمي بشرر كالقصر. لو ان قطره من غسلين التي ذكرت في القران اهريقت في اهل الدنيا لماتوا من نتن رائحتها. يا الله قلت يا لطيف هل راوا نار؟ لا يا رب ما بالكم لو راوا نار يا رب. طيب اشهدكم يا ملائكتي اني اعطيتهم ما يرجون وامنتهم مما يخافون. يقول ملك من باب الامانه ان فلانا ليس منهم انما جاء في حاجه له. يقول عمدا فعلت عمدا فعلت عمدا فعلت. انا الرب الوفي غير الخلي الودود غير الغضوب هم الجلساء الصالحون لا يشقى بهم جليسهم ابدا. يا الله قال لك كمان انت لما تجلس في مجلس العلم والملائكه معك قال يترقى المسلم الجالس في مجلس العلم فيصير ارقى من الملائكه. لان الملائكه غذاؤهم ايه؟ ها غذاؤهم ايه؟ التسبيح والتهليل والتقديس. لا يفترون يعني سبحان الله ما عندوش فتور ما عندوش همه تفتر هو طبيعته كده طبيعته سبحان الله. طب والمؤمن؟ قال ما المؤمن هنا يتشبه بالملائكه. يجي في الصلاه يبقى له اجنحه مثنى وثلاثه ورباع صبح ومغرب ظهر وعصر وعشاء له جناحين ركعتين له ثلاث اجنحه له اربع اجنحه ده في الصلاه. طب وغير الصلاه يبقى ارقى من الايه الملائكه. ليه؟ لانه مجلس العلم قاعد يستمع للخير الملائكه موجوده الرحمات متنزله سبحان الله العظيم. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا انا انذرناكم عذابا قريبا. قريب ليه؟ لان الموت ما بين لحظه واخرى كل يوم فلان مات البقاء لله فلان مات البقاء لله سبحان الله. ان هكذا انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. اشمعنى يداه؟ لماذا يداه؟ طب وعيناه ما قدمتش؟ طب واذناه ورجلاه؟ لا انت مش واخد بالك. كان كتاب الحسنات والسيئات اللي انا اتسلمه يوم القيامه ها بخط يدي المقر ايه؟ الموقع على هذا ادناه صح ولا لا؟ مش كده انت بتقر في التقرير او في القناه الموقع على هذا ادناه وتوقع صح؟ اشهد فلان وفلان انني اوصيت الى كذا وعملت كذا وكذا التوقيع والتاريخ. من الذي كتب هذا الكلام؟ صاحب الايه؟ سبحان الله. اصبح هو شاهدا على نفسه بما قدمت يداه، يعني كانه كتب بيديه ما صنعه في الدنيا. فلما يجي تحت يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حضرا. يعني ايه؟ يعني مكتوبا نصح الله مكتوبا لا اله الا الله ولا يظلم ربك احدا. وبعدين قال ان كل واحد ينادى عليه عند العرش تحت العرش يا اخي والموازين القبان واقف. القبان دي شغله اسمها واحد شغله القبان الوزان اللي بيزن. مين اللي واقف عند الميزان؟ جبريل. هل هو ميزان واحد؟ هل هي موازين؟ نضع الموازين القسط ليوم القيامه. المهم سواء ميزان او موازين هل كل واحد كل مجموعه عليها امام يعني توزن اعماله بالنيابه عنهم؟ اراء كثيره احنا مش هندخل الان في تفاصيل الدار الاخيره انتم سمعتموها كثيرا. لكن ينادى فلان ابن فلان نعم يا رب يقف. الملائكه تخرج له السجلات. في صحيح مسلم ماذا قال الصادق المعصوم؟ يخرج لكل عبد من تحت العرش 99 سجلا كل سجل مد البصر. وبعدين هو يقلب
أو إن كان من الأهل الرقي في الإيمان والحسنات الملائكة تقلب. مش لما يعقدوا اتفاقية بين دولة ودولة الرئيسين أو الملكين أو الأميرين يقفوا والوزير المختص يجلس وبعدين في سكرتارية من هنا وهنا يدوا النسخة إيه للدولة البائعة ونسخة للدولة الإيه المشترية وتتم الصفقة وبعدين هو رئيس الوزارة بيقلب بنفسه؟ لا، واحد إيه يقلب له الصفقة صح؟ سبحان الله. وبعد ما يوقع خلاص نفس القضية على ولله المثل الأعلى من تحت العرش 99 سجلا يقل الملائكة تقلب وأنت إيه تقرأ. يقول يا رب أنت لن تظلمني شيئا، يعني يا رب أنا واثق أنت يا رب أنت لست بظلام العبيد. يا والعبد كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت اللي تحاسب روحك. يقرأ العبد لو مثلا عاش 80 سنة فبلغ من عنده 15 سنة، فعنده كم سنة حساب؟ ها؟ 65 سنة صح؟ 65 سنة حساب. ال 65 دي أنت أقول لك شيء بسيط جربها. خذ هذه المحاضرة اللي مدتها 60 دقيقة وقعد كده فرغها في ورق شوف تاخد منك كام وكم ورقه. ده احنا كلام ايه ساعه واحنا نتكلم في اليوم ما شاء الله ناخدها. فانت لما تنقد كلامنا وتكتبه كتابه ده ايه اعمال واقوال وافعال وظلم للغير وظلم من الغير كل ده مكتوب. وبعدين عبادات صلاه وصيام وحج وصدقات. الصلاة يعني ما فيش مواظبة، ما كانش فيها خشوع، الوضوء كان أي كلام، سبحان الله الزكاة كانت ناقصة، وبعدين حق الجيران، حق الزوجة، حق الأولاد، حق الدولة، حق الوطن، حق البيئة، حق حق الحشرات، حق الحيوانات، الله الله الله، كل يبقى هي أكيد مبوبة. ده باب الحقوق، ده باب المظالم، ده وهكذا، دي باب العبادات، دي باب المعاملات، فالكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كلها موجودة. فهنا إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. هو نسي بالله عليك بالله عليك. الآن احنا اليوم مثلا يعني في الشهور مثلا في 2014 ميلادية في شهر مارس، هل تذكر في مارس 2013 ما الذي حدث لك في هذا اليوم؟ أبدا الله، إلا إذا كانت حادثة يعني ايه يعني ترجك رجا، مثلا تقول اه زوجتي ابتسمت في هذا اليوم، حادثة يعني حاجة يعني الحرب العالمية الثالثة قامت يعني مثلا يعني مثلا الولد جه قال لي جزاك الله خيرا يا ابويا على الساعة اللي انت اشتريتها، يعني حادثة يعني لا تتكرر، حدث في مثل هذا القرن يعني حاجة كده استثناء. لكن في الأمور العادية ولا تذكر أنت أكلت أول أمس، لكن يوم القيامة سبحان الله كل شيء. قال ربنا انما نعد لهم ايه عدا، يا عد الانفاس معدوده والسبحان كله. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. منظر المحشر كان اتي، الناس مجموعه، الملائكه احاطت بالبشر، وبعدين اعزكم الله وحوش حشرت ان كان لها حقوق تاخذها، واحد عذب حيوان، المراه التي دخلت النار في هره حبستها لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي إيه أطعمتها والعياذ بالله. فاللي بيحبس أمة واللي بيحبس شعب واللي بيحبس بشر واللي بيحبس لا إله ظلما وزورا وبهتانا كل ده سبحان الله العظيم، يعني الله أكبر، يعني سبحان الله كل موجود سبحان الله. وبعدين يعني بعد ما الحيوانات تأخذ تأخذ حقوقها إزاي؟ طيب هي من غير مكلفة، ينقص من ذنب من اخذ من الحيوان شيئا، اللي قتل عصفور بدون وجه حق ادي سبحان الله، اللي عمل شيء سبحان الله في حيوان من الحيوانات، ثم يقول الله لتلك الحيوانات وتلك الطيور وتلك الحشرات وتلك الهوام كوني ترابا فتكون ترابا، فيقول الكافر يومها يا ليتني كنت ترابا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا في مثل هذا اليوم، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا طال عمره حسن عمله، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. اللهم اهد أبناءنا وبناتنا وردهم وإيانا إلى دينك ردا جميلا حسنا، ووفقنا لما تحب وترضى، فك اللهم كرب المكروبين، لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. صلى الله على سيدنا محمد
وعلي وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.